اهلا بكم من جديد مشاهدينا مع جوله صحفيه جديده لابرز ما طلعتنا به الصحف المحليه والعربيه والعالميه الصادره صباح اليوم. اهلا بكم. نبدا بالصحافه المحليه ومنشطات صحيفه الاهرام. الشعب المصري سيقتلع جذور الجماعات الارهابيه. الرئيس يدعو المجتمع الدولي لوقف امداد الارهابيين بالمال والسلاح. خلال استقباله وزير الخارجيه التونسي السيسي يقول تكثيف التعاون في مواجهه الارهاب والعمل على تنميه العلاقات بين البلدين. إلى منشطات صحيفة الجمهورية. تسلم رسالة من عون ودعوة لزيارة تونس واستقبل وفد اللجنة الأمريكية اليهودية. السيسي يقول العلاقات مع الولايات المتحدة استراتيجية. علاج فيروس سي مجانا بجميع المستشفيات بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر. القبض على 5 متهمين يختلقون مشاهد مصورة من حلب. من أخبار صحيفة اليوم السابع نطالع. البرلمان يوافق بالإجماع على مشروع نقابة الإعلاميين بعد الإعلان عنه في عنتيبي أثناء زيارة الرئيس السيسي. تفاصيل المشروع العملاق لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط يمر بأربع دول وطرح دراسة الجدوى للمكاتب العالمية وتمويلها من بنك التنمية الإفريقي. من أبرز عناوين صحيفة الشروق. الإدارية العليا تحسم مصير طعان تيران وصنافير 16 من يناير. الدولة تقدم مستندات جديدة من الأرشيف البريطاني. ضبط عامل وزوجته يشتبه في تورطهما في تفجير الكنيسة البطرسية. مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك خالد بن الوليد. اتحاد الكرة يتمسك بإقامة القمة في موعدها. ومن صحيفة الوطن نطالع. الحكومة للنواب دعم الوقود مستمر ولا زيادة لأسعار البنزين قبل الكروت الذكية. والبترول تقول نسعى لترشيد الدعم وليس لإلغائه. مصادر تقول مجلس الوزراء يحسم رفع أسعار الدواء للمرة الثانية الخميس. وشريف إسماعيل يلتقي وزير الصحة لبحث نتائج مفاوضات الشركات. النقد تنهي آخر محاولات تعطيل عضوية الشبكي في البرلمان. في مقاله بصحيفة الأخبار حذر الكاتب جلال ديويدار من مخاطر إبعاد مصر عن محيطها العربي وما يمثله من خطر على مستقبل الأمن القومي للوطن العربي الذي سوف يطال الجميع بلا استثناء. يقول المقال: العلاقات العربية أصبحت تشهد غياب التشاور والتوافق وروح التفاهم لحقيقة وطبيعة الأحداث والتطورات التي تشجع على عمليات الإيقاع المتعمدة بالبعض في صراعات غير محسوبة العواقب. والمستهدف هو هز إيمان مصر أكبر وأقوى الدول العربية بشريا وعسكريا بوحدة المصير والأمن القومي العربي التي أعلنت مرارا وتكرارا أنها جزء أساسي من الأمن القومي. وعلى كل الأطراف أن تتفهم وأن تدرك أن التورط في إبعاد مصر عن أمتها العربية هو هدف تعمل من أجله كل القوى المتآمرة على الأمن القومي العربي وعلى كل مصالح الدول العربية. نتحول إلى الصحف العربية ونبدأ بمنشطات صحيفة الحياة اللندنية. روسيا تضغط على إيران لوقف النار في سوريا. وتركي يغتال السفير الروسي انتقاما لحلب. استنفار في الكارك الأردنية وإلغاء احتفالات عيد الميلاد. وزير الداخلية الأردنية تحدث عن عملية إرهابية كبيرة ويرفض كشف جنسيات المسلحين. من أبرز عناوين صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. اغتيال السفير الروسي في تركيا يلقي بظلاله على اجتماع موسكو اليوم. مجلس الأمن يرسل مراقبين لحلب وباريس قلقة من مناورات موسكو. الأردن يحبط مخططا أكبر لدواعش الكرك. تحرير كعواش اليمنية وإحباط التفاف الميليشيات على الجيش في البيضاء. من عناوين صحيفة الدستور الأردنية. فعاليات شعبية ورسمية تشيع شهداء الحادث الإرهابي في الكرك في مراسم مهيبة. الاحتلال يقصف موقعا عسكريا لحماس ويغلق قرى في رام الله ويهدم معرضا للمركبات في القدس. حكومة جديدة في لبنان برئاسة الحريري استكمالا لتسوية أوصلت عون للرئاسة. داعش جلب إلى الأنبار العراقية أسلحة وآليات تعود لجيش الأسد. إلى عناوين صحيفة الخليج الإماراتية. بعد ليلة قضاها الآلاف في الحافلات تحت البرد الشديد بلا ماء ولا غذاء، استئناف عمليات الإجلاء من حلب بعد حل عقدة كفريا والفوعة. قوة الجيش والمقاومة تكبد الانقلابيين خسائر فادحة. إحباط هجوم لداعش قرب تل عفر وتقدم عراقي بطيء في الموصل.
ونقرأ أيضا من صحيفة القبس الكويتية: لبنان اختراع وزراء الدولة لمهمات مستحيلة، رباعية اليمن تأييد الخطة الأممية ومفاوضات في الأردن، داعش يستعرض قوته في ساحل الموصل الأيمن ويحتكر الدواء لمعالجة جرحى ويحجبه عن المدنيين، ومناورات عسكرية مشتركة بين مصر والبحرين. الحوادث الإرهابية في الأردن وتركيا كانت محور افتتاحيات صحيفة البيان الإماراتية التي قالت إن هذه العمليات الإرهابية تودي بالمنطقة وتؤذيها بطريقة مؤلمة جدا وتشوه صورة العرب والمسلمين. هناك قوى كثيرة في العالم تريد أن تستثمر في هذا الرابط المزيف بين الإسلام والإرهاب من أجل التعبير عن كراهية مضاعفة ووضع المنطقة في خانة الدفاع عن نفسها. إن الإرهاب يتخذ أشكالا متعددة، لكن القاسم المشترك هو دفع المدنيين والأبرياء للثمن فرادى. لقد بات واضحا أن كل الشعوب العربية والإسلامية مدركة خطورة الإرهاب، وخصوصا مع كل هذه الكلفة الدموية المرعبة في كل مكان، ولابد أن يواصل الجميع ذات موقفهم على صعيد حصر الإرهاب وعدم السماح لهذا الوباء بالتسلل وتدمير بنية الدول وجر الشعوب إلى ويلات غير متوقعة. نتحول إلى الصحف العالمية، والبداية من ديت سايت الألمانية. سائق شاحنة يقتل متعمدا 12 شخصا ويصيب نحو 50 آخرين في برلين. الحادث البشع الذي وقع في خضم الاستعداد للاحتفال بعيد الميلاد يباغت العاصمة الألمانية ويضفي عليها حالة من الارتباك ودعوات بألا ينقسم المجتمع الألماني. حادثة اغتيال السفير الروسي في أنقرة تثير الذعر في العالم. إلى صحيفة تيليغراف البريطانية ومنها نقرأ: قاتل السفير الروسي في تركيا يهتف قبل تنفيذ الجريمة، الثأر لحلب، وأنقرة تؤكد الحادثة لن ينعكس سلبا على التطور الذي تشهده العلاقات مع موسكو. الغرب فقد السيطرة في الشرق الأوسط بسقوط حلب، والسماح بسقوط هذه المدينة الهامة سيطارد الغرب وسيكون له تداعياته خلال الفترة المقبلة. ونرصد من عناوين صحيفة واشنطن بوست الأمريكية: مع وصول علاقات تركيا مع الغرب إلى أدنى مستوياتها، حادثة اغتيال السفير الروسي تخلق أزمة جديدة لأردوغان. بعد توتر استمر عدة أيام وكاد ينذر بأزمة عسكرية مع بدء العهد التنازلي لتنصيب ترامب، الصين تعيد طائرة بدون طيار للبحرية الأمريكية تم ضبطها في بحر الصين الجنوبي. نطالع من عناوين صحيفة لوموند الفرنسية: التأكيد رسميا على فوز ترامب بعد تصويت أغلبية المجتمع الانتخابي لصالحه. مدينة إدلب محطة الغرق من الثورة الروسية، والجماعات المسلحة في المدينة تعيد ترتيب أوراقها بعد سقوط حلب. بولندا تشهد أزمة سياسية غير مسبوقة، ومحتجون يغلقون البرلمان احتجاجا على قوانين تقيد حرية الإعلام. من الصحف الإسرائيلية نقرأ من جيروزلم بوست: مسؤولة في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب تعيين فريدمان سفيرا لأمريكا في إسرائيل، رسالة واضحة مفادها التغيير. في أقوى خطاب له منذ سنوات، نتنياهو يعلن خططه لبناء مستوطنات بقدر غير مسبوق خلال فترة حكم ترامب. بعد أزمة الانتخابات الأمريكية، روسيا تدعي أنها أصبحت هدفا لحرب إلكترونية. واقعة اغتيال السفير الروسي في أنقرة ألقت الضوء عليها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مقال استبعدت فيه احتمال حدوث مواجهة بين البلدين. صدمة جديدة جمعت أمس بين تركيا وروسيا، وهما الدولتان اللتان أسهمتا بشكل كبير في تشكيل الحرب الأهلية في سوريا وما نتج عنها من أزمات متلاحقة. لقد تم اغتيال السفير الروسي في أنقرة ليتسبب الحادث في إثارة قلق عالمي والعديد من التساؤلات حول عواقبه. لقد عقدت وسائل إعلام عديدة سلسلة من المقارنات حول عملية الاغتيال وما حدث قبل نحو قرن من الزمان، عندما تم اغتيال وريث عرش الإمبراطورية النمساوية المجرية على يد أحد المواطنين الصرب، وهو ما تسبب في إشعال فتيل الحرب العالمية الأولى. وبخلاف ما هو معتقد، فإن المصالح التي تجمع بين البلدين في سوريا ستجعلهما أكثر قرباً. وننتقل مشاهدينا الآن إلى العاصمة الروسية موسكو ومتابعة لاجتماع ثلاثي لوزراء دفاع كل من روسيا وتركيا وإيران لبحث الأزمة السورية.
عودة من جديد مشاهدينا لاستكمال جولتنا الصحفية بعد انقطاع البث، وسوف نلاحقكم بالتأكيد أو نوافيكم بمزيد من التفاصيل والبث المباشر إذا ما توفر لنا ذلك لاحقا. إذن من جديد نتابع جولتنا الصحفية ونتوقف عند هذه المحطة مع أبرز رسوم الكاريكاتير في صحافة اليوم. مشاهدينا انتهت جولتنا الصحفية على رأس الساعة، موجز لأهم وآخر الأنباء. ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت مايل.eg. إلى اللقاء.